زعما كنتمناتك في اي فاش مطاشات يتبدلوا بعضهم بزاف د الحوايج، بحال ما يبقى زعما التحرش، ما يبقاش زعما الصرا بزاف، الناس البنات يتبدلوا في الكومبورتمون ديالهم، وما يبقاش بزاف زعما الدراري كيتحرشوا البنات، البنات كيتحرشوا بالدراري، فهمتي؟ تكون شويه عقل، شويه اوبن مايندد، ولكني ما ماشي ما نقلدوش خصوصا برا، فهمتي؟ رجعوا شويه للقديم. خصهم يقوموا بالعيالات ويديروا قوه البوليس حساسين عليهم، لان السرقه قوات، وحنا انا غادا في الزنقه سرقوني، داو لي بزطامل، داو لي كوغط فرنسا، وداو لي كلشي، وداو لي كارنيات الشاك، وداو لي داكشي، ودابا عفوا وليدي خصهم يتهلاو في العيالات بزاف بزاف بزاف، العزوزات والشابات والصغيرات. طبيس مثلا فاش كطلعي كتلقى بزاف ديال الناس ما كتقصدش اصلا فرحتك، كتوقف غير باش تشد الطاكسي، وخاصك تبقى واقف واحد المده طويله، ما كيخليوكش فرحتك. بحال هكايا ما كره ماشي تبدل في 2018، الناس تقدم شويه، ما تبقاش العقليه اللور. كنتمنى نخرج للشوارع ونخرج وما نلقاش المراه متشرده، ما نلقاش المراه بوليداتها وجالسه في الطروطوار كطلب. ما كايناش شي خدمه خويا، ما كطلب، ما كايناش، ما نلقاش المراه مسكينه واقفه على الراجل، والراجل كيستفزها كيستفزها انها بغى يغتصبها باش يعطيها 10 دراهم. ما عندهاش الحقوق، خصنا هاد البرلمانيات يدوروا، ماشي تطلع في الطوموبيل ديالها وفي السياره ديالها وتمشي كدور وتقول لك حنا كندافعوا على حقوق النساء. في 2018 كنتمنى تكون المساواه بين المراه والراجل. التعليم هو اللي خصو يتحسن في المغرب، حيت هو اللي كيساعد في الديفلوبمون دو ماروك. اللي بغيت يتغير في 2018 لصالح النساء ما يكونش تحرش، لان دابا النساء ولاو كيعانيو بزاف، لا في لي ترام ولا في لي تاكسي، في ميم حتى في الطوبيسات كتلقى بعض المرات التحرشات، وهذا سي با بيان صالحهم. ونبغي حتى هو يكون الوعي، يكونوا زعما كاين رجال كيعطيو قيمه للنساء، ولا كانت حتى المراه حتى يكون عندها حقوقها كيفها كيفو. هادو لي تواليت بوبليك يكونوا بارتو، زعما حيتاش بنادم كيحتاج كيبغي يمشي التواليت ولا شي حاجه كيكون باغي يمشي، وخصنا نمشيو للقهوه ونكونسوميو باش نمشيو، فهمتي؟ ولي تواليت بوبليك يكونوا نقيين. هو الناس يقولوا بان راه كاينه مساواه ولكن راه ما كايناش، راه الا مشيتي مثلا الادارات ولا بزاف د الحوايج راه ما كتلقاش مساواه. يعني هذه اول حاجه كنعقب عليها اللي بغيناها تبدل فريمون هي المساواه. لا دوزيام دي شوز طبيعه الحال التحرش، يعني راه فهمتي راه نورمال، ما غاديش نبغيو التحرش، لان انايا ما غنكونش غادي نشوف دري زوين نقول له عافاك عطيني مرتك، كنتي راه غادي نفيد، غادي ندير دي السنين باش ناخذ الانتباه ديالو، ولكن نوباش فهمتي انت هو خصو يكون داك لو ريسبي ما بيناتنا، كيما انا تنحترم واحد راه حتى هو خصو يحترمني. الحاجه اللي كنتمناها تبدل هي نظره المجتمع للمراه كامراه، كيف ما كان لو ستاتيو ديالها، كساسوا سيليباتير ماري ديفورسي، كتبقى امراه خاصها تحترم. والحاجه اللي كنتمناها تبدل هي واحد الظاهره اللي كيعانيو منها النساء كلكو سوالاج ديالهم، اللي هي ظاهره التحرش. يكون واحد التغيير جذري في العقليه ديال الانسان المغربي لصالح النساء، لان كنعتقد يعني بشكل كنعتقد بشكل كبير بان القوانين في المغرب يعني هي كافيه باش انها تعطي الحق ديال المراه، ولكن المشكل عندنا مشكل في الطريقه ديال التطبيق، وحتى في استيعاب ديال الناس لهاد القوانين. حتى الناس باقي ما مقتنعيش بان المراه كتستحق تعيش بشكل أحسن.